اهلا فيكم حبايب القلب، مرحبا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. طبعا الفيديو الماضي كان عن اغنيه موزو، اليوم عنا الفيديو عن ترند الوطن العربي والاجنبي. هالمره الاغنيه عندي ترند بامريكا، يعني اليوم عنا الاسطوره وحيد ادريس باغنيه قرحة. واو على هالاسم، الاسم كثير 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 واو، يعني شيء سفاح. وهذا الغالي يعني وائل وطارق، اكثر اثنين بحبهم بالسوشيال ميديا واكثر اثنين ساعدوني بالسوشيال ميديا، عراسي الاثنين وشكرا لكم. هلا حبايب القلب، قبل كل شيء ما تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس. هلا عددنا 18300، بس نزل هالفيديو خلال يومين صار 20000، لانه الثلاثه اغنيه كذبت ليلى. عرفتوا ليش؟ وراح احط لكم التسريب بنهايه الفيديو. وهلا خلينا نبلش. اوكي حبيب القلب، اليوم رح نسمع اغنية وائل ادريس احقر حدا، انه يعني عامل اغنية كتير بتجنن، خلينا نسمعها. انا سمعت الاغنية وكنت بطريق سفر، وكنت استنى اللحظة الحاسمة اللي بدي ارجع فيها على البيت بس لاسمع الاغنية وقول سفاحة. انخرطت السماعات على الاغنية. اوكي حبيب القلب، خلينا نبلش. هون وائل عم بياخذ الوضعيه انه شو عم بيتذكر، شو عمل، عم بيتذكر انه مثلا المأساة اللي صارت معه، المصايب اللي صارت معه. شريك الموديل كتير حلوه. المقطع الاول بيقول عاديت كرمالك هدني، السطر الثاني بيقول يا اكثر حدا هدني، يعني انا عاديت كرمالك الدنيا كلها وانت اكثر شخص هديتني، اكثر شخص ضريتني. احلامك انا انحني غير لرب الكون. الاغنية عاملها كشو، عاملها قلطمية. عرفت كيف؟ يعني الصراحة انا كذا حدا قال لي الاغنية معمولة قلطمية، وانا فرجيتها يعني ما تم حدا لما فرجيت الاغنية. عرفت كيف؟ والخلقك غيرك مية سوى، يعني اللي خلقك خلق مية غيرك سوى. يا احقر حدا من جوا، يعني يعني انت الشخص الحقير اللي قدامي بس بتتظاهر بالمنيح وهيك. ذكراك انا قلبي طوى حتى العيون، ذكراك انا قلبي انطوى حتى العيون، يعني هذا بيقول انه ذكراك انا بذكرياتك قلبي انه عم يحترق من ورا الذكريات حتى عيوني. ما جاب غيره، وهون بيقول اللي جابني ما جاب غيري، بيكون قصده انه جابته ما جابت غيره نفس العقلية. صعب تشوفني بغيري، انه انا طبعي صعب تشوفه بحدا تاني، الشي اللي عملته معك صعب تلاقيه مع حدا تاني. انت ضيعت هاجري وانا البقيان، هلأ فهمته، يعني وانت بضيعتي هاجري بس انا البقيان. روح سدينك يا زلمة. واو 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 واو. شو هذا هو؟ أبو شريك أقسم بالله الموديل كتير حلوة، الموديل كتير 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 حلوة. شباب خدوها مني، الموديل كتير حلوة، مزة جمال، يعني كف. انا عالي بشوفهم صغار، انه انا صنعت حالي لحالي وبشوفهم هنن صغار. انا كامل وانت صفار، انه هو الكامل هو الشخص يعني اللي مو ناقصه شيء والبقايا انه كلهم صفار. ما بعرف اذا تفسيري عم بيطلع صح بس ان شاء الله. انا لحالي بمية رجال، فشرت تكسرني. وهو هون حاطط افكت سفاح، هذا اللي انه بكرر الشخصيه كذا مره. هون عم بيقصد، ما راح اذكر اسماء، عم بيقول علي انا جاي تتكبري، انه جاي تتكبري علي بالمعنى الحقيقي، جاي تستشرفي علي. صاير معي كثير مشاكل بالنسبه لهالشغلات. اغنيتك يا وائل لكل داء دواء، اغنيتك دواء. لكن
اول شيء بنزفق لابو طريق على هالدخله الاسطوريه روح. واو واو واو. طبعا هو وائل طارق من زمان قال انه هو مزبطنا بالكليب، يعني هلا وائل وطارق هن الكاتبين الكلمات. لو في شيء عندي شيء لاكسره هيك بس هاد من الاغنيه كثير قويه. لو 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 هون بيقول المقطع لو روحك تطلع للسما، روحك طلعت للسما عارف ما برجع لك انا، شيل عيوني بنعم وشك انا مشوف. المقطع بيقول لو روحك تطلع للسما حالف ما برجع لك انا، يعني اذا روحك رب العالمين بياخدها بعمري ما رح ارجع لك. هي البنت عم بتخاطب الشاب، لو شو ما بتعمل انا ما عاد ارجع لك. والخلقة غيرك مية سوا. وائل بس علمني هاي طريقة المونتاج لحيث تشغل انه انت موجود ثلاث مرات بالفيديو، لانه غنيتي بيوم الثلاثاء وما بعرف شو بدي اعمل مونتاج وهيك قصص. سدينك يا زلمة والله العظيم، اغنية كتير نار برو. لا 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 هون بدنا زقفة لطارق. ما جاب غير صعب تشوفني غير. قوي المدل كتير بتجنن والله العظيم، كتير بتجنن. هو هذا المقطع اللي يعني انت بالبداية كنت مسفح بالاغنية، بس هذا المقطع عطى تأثير تاني. ما جاب غير صعب تشوفني بغير، انت تضيعي تهاجري وانا البقية. خلينا نسمعكم تسريب الاغنية. ها تسريب الاغنية اسمعوا. سميتك بنت طلعي وطلعت الحقيرة، قلبي كان يحميكي وقع في غلطة كبيرة. سميتك بنت طلعي وطلعت الحقيرة، قلبي كان يحميكي وقع في غلطة كبيرة. هون بدنا نقول ألف شكر ألف شكر ألف شكر لفريق العمل اللي أقام على هذا العمل، وشكر كتير كبير لطارق حسكي نمبر 1 وائل كمان للي أدى بهالعمل الرائع والجميل. يعني الأغنية كتير بتجنن أقسم بالله، كمونتاج ككلمات كتصوير. طالما الكلمات طارق الحسكي إله إيد فيهم يعني مو 10 من 10، مليون من 10. أنا الأغنية عجبتني والله العظيم قسما بالله، اليوم أكثر من 15 مرة سمعتها، وحياة القرآن أكثر من 15 مرة اليوم سمعت أغنيتك يا وائل، والله بيشهد علي. حبايبي قلبي بتمنى من هذا الفيديو نوصل ل 20,000 مشترك، رجاء رجاء نوصل ل 20,000 مشترك لحتى نكفي رحلتنا لل 100,000، لأنه حلم عم بسعى وراه، وأنا عم غيب صح، بس عم جهز شغلات. ما حدا بيعرف إنه عملت أغنية كلها بشغل إيدي أنا، ما رحت عند حدا أبدا، ما في غير شاب اسمه حيدر حراق الله يجزيه الخير ساعدني. اتمنى منكم بس تنزل الاغنيه يوم الثلاثاء، رجاء اتفجروها كومنتات اكسبها ور، انا رح اصورها ليركس انه صور مصغره. الله يسعد لي اياكم، لازم نوصل 20,000. اغنيه نار، الله يسعدكم، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، شاهدوا المقطع من اول ثانيه لاخر ثانيه. تشاو.